كيف تبدو هذه القطط الأسمى؟ هل ستكون أكبر؟ أفضل؟ هذا هو سنباد، قطة مهندسة جينياً خارقة، ليس أسداً أو نمراً بل أسد ببري. يزن 410 كيلوغرامات، ويشكل حجم سنباد ضعف حجم القطط الأليفة بمئة مرة تقريباً، وضعف وزن الأسد أو النمر. الدكتور باغافان إنتل قد ربى سنباد منذ ولادته. هذا النمر البنغالي يزن حوالي 230 كيلوغراماً وهو ذكر بالغ، لكنه يبدو كالأقزام أمام هذا الأسد الببري الذي يوازي حجم رأسه ضعف حجم رأس النمور البنغالية تقريباً. إنه كبير من الطرف حتى الأنف، حتى إن لديه هيكلاً ضخماً. عرض عضلات هذين الفكين الضخمين وهذه العظام الكبيرة تجعله مخلوقاً هائلاً. أنت لطيف جداً. هذا الأسد الببري هو نتيجة نسل غريب ليس موجوداً في البرية. الأسد الببري ينتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر. النتيجة هي ذرية هجينة كبيرة الحجم جداً. في الحجم والوزن يفوق الأسد الببري حجم والديه كثيراً. حجم جمجمته الضخمة وحدها قد يكون أكبر بأربعين بالمئة من جمجمة الأسد أو النمر. لديه تركيبة عظمية كثيفة، وقد تكون بحجم أبيه وأمه مجتمعين. إنه حيوان ضخم للغاية. يحاول العلماء أن يكتشفوا لما الحيوانات الهجينة مثل الأسد الببري قد تفوق حجم والديها إلى هذا الحد. ما يعرفونه هو أن الأسد الببري يفتقد جينة الحد من النمو التي تبقيه في الحجم الطبيعي. يعيش فقط في الأسر، ولكن مستوى قدراته المفترسة منقطعة النظير حتى في الطبيعة. يشارك الأسد الببري أدوات الافتراس ذاتها التي تملكها القطط الكبيرة الأخرى. الفرق الحقيقي الوحيد هو الحجم. على غرار النمور والأسود، أنياب الأسد الببري الضخمة مثبتة في عمق الجمجمة كالبراغ الضخمة. القطط الكبيرة مزودة بأسنان طويلة جداً، ولكن الكثير منها مخبأ داخل الجمجمة. يمكنكم أن تروا أن هذا الجزء من الناب مغطاً بالميناء. فقط هذا القدر من الناب يكون مكشوفاً ويستخدم من أجل العضة القاتلة، أما الباقي فيكون داخل الجمجمة. إنه متغلغل بعمق داخل الجمجمة حتى يتحمل الثقل الهائل الذي يلقيه عليه الحيوان عندما يعض ويسحب بسرعة. إذا كانت الأسنان أصغر حجماً لانكسرت، ولكن هذا ما يثبتها في مكانها تماماً. في البراري، هذا الرابط بين الأنياب والجمجمة هو ما يؤكد أن الأسود والنمور لن يكون لها منافسون كثر. القطط الأصغر لن تحظى بأي فرص أمام أقربائها الأكبر حجماً. يعرف عن الأسود أن عضتها تخرق جمجمة القطط الأصغر مباشرة، ولكن ماذا عن الأسود الببرية؟ هل ستساعدها أنيابها ومخالبها وفكاها لتكسب معركة مع أسد أو نمر؟ إن دارت معركة مماثلة فالنصر سيكون صعب المنال. في معركة كبيرة بين بعض النمور، رأينا بعض النمور تقاتل وتقتل نموراً أخرى أو تخوض معارك صعبة جداً. قد يدخل المخلب بأكمله وينكسر كله هنا. في الحقيقة ثمة احتمال أن ينكسر، وقد نجد مخالب مطمورة في جلود نمور أخرى، وقد نضطر إلى سحبها بملقة مناسب لهذا. بما أن الأسود الببرية نتيجة عملية تهجين يتحكم بها البشر، فهي لم تتجول يوماً في سهول أفريقيا أو غابات آسيا. من المستحيل الجزم إن كان أحدها يستطيع النجاة في السهول الحارقة أو الأدغال الحارة والجافة. هل سيكون الأسد الببري صياداً منفرداً مثل أمه؟ أو هل سيتبع استراتيجية الصيد الجماعي للقطيع مثل والده؟ هل سيكون لون الأسد الذهبي وخطوط النمر عائقاً أو عوناً في مطاردة الفريسة؟ وهل سيعيق جسمه الضخم قدرته على تنفيذ هجمات كمينية ناجحة؟ ثمة دليل واحد ينبئنا أن الأسود الببري لن تبلي حسناً في البرية. يتوقع الباحثون أن يكون حجم الأسد الببري الضخم أسوأ عدو له.